بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناه تفسير احلام والركيا الشرعيه النهارده هنتكلم مع بعض عن رؤيه الرضاعه في المنام هنتكلم عنها بشكل عام كمان هنشوف لو كنا يعني شاف الراي انه بيرضع او بترضع بنت او طفل ذكر هنعرف برضو معناه هنعرف معناه لو شفنا ان احنا بنرضع طفل مش مش طفلنا كمان هنتكلم عنه بشكل عام لو شافت الرؤيه دي فتاه سباق او امراه متزوجه او امراه حامل اولا بشكل عام رؤيه الرضاعه لما تشوف المراه ان هي بترضع في المنام وتشوف ان في لبن كتير وفي سهوله في الرضاعه فده بشاره بخير وكمان برزق لما تشوف ان بترضع طفل يمكن كبير او طفل في سن الفطام من الرموز اللي شوية بتكون غير مستحبة ممكن تدل على عدو العدو ده هيحصل على خير وخير كتير من وراء الرأي أو, أو منفعة أو هيستفيد منه هو مش الرأي كمان ارضاع طفل في سن الفطام من الرموز اللي احيانا بتدل على مشاكل أو هموم أو فترة فيها حزن ممكن يمر بيها الرأي لما آه يشوف الرجل انه بيرضع من ثدي آه امه فمن الرموز اللي بتدل على حصوله على خير وعلى رزق واسع آه كمان من الرموز اللي بتدل على النجاح على السلطة على الجاه آه لما تشوف تشوف المرأة انها بترضع آه طفل ذكر آه او آه صبي فللأسف شوية من الرموز اللي ممكن تدل على صعوبة أو مشاكل ممكن تمر بيها في المستقبل الرضاعة برضو بشكل عام لما تشوف المرأة أنها بترضع وتشوف أن في لبن كتير فبشارة بمنصب بشارة برزق واسع كمان لو كانت امرأة متزوجة فبشارة لها بالحمل وبالزرية رضاع طفل ولد برضو من الرموز اللي زي ما قلنا انها شوية بتكون غير مستحبة ممكن تدل على فشل ممكن يمر بيه الرأي كمان الفتاة العزباية لما تشوف ان هي بترضع طفل في المنام فمن الرموز اللي بتدل على سعادة وكمان على تحقيق امنيات ومن الرموز اللي بتبشرها بالزواج وزواج الصالح وكمان رؤية مستقبلية بذرية كمان الفتاة العزبية لما تشوف انها بترضع طفل ولكن الطفل ده هو بيبكي فمن الرموز اللي شوية بتدل على تعرضها لمشاكل ممكن تدل على ارتباطها بشخص هيكون الشخص ده شوية سيء ممكن تعرضها لحقد او لكراهيه المرأة المتزوجة كمان لما تشوف ان هي بتردع في المنام وتشوف ان ثديها مليان باللبن فمن الرأي اللي بتبشرها بالذرية والحمل كمان من الرموز اللي بتدل على قدوم رزق وقدوم مال لما تشوف ان هي بتردع طفل ولكن الطفل ده عمال بيبكي فبرضه من الرموز اللي شوية بتكون غير مستحبة ممكن تدل للأسف على حدوث امر سيء ليها أه لما تشوف المراه كمان المتزوجه انها بترضع ذكر او بترضع طفل أه ولد فللاسف أه من الرؤى اللي بتدل على الحزن وعلى الهم آه لكن أنها تشوف أنها بتردع أنثى أو بتردع بنت فبيكون العكس بيكون فرحة أو سعادة وكمان آه خير ورزق آه إرضاع آه الأنثى بشكل عام آه من الرؤى اللي بتدل على خير ورزق واسع هيحصل عليه الرأي كمان بتكون آه رسالة آه للرأي بقدوم خير آه كتير يمكن ما يكونش متوقع لما يشوف الراي انه او تشوف المراه ان بترضع طفل هو مش طفلها فالاسف برضو من الرؤى لما يشوف انها بترضع طفل مش طفلها فاحيانا بتدل على هم او حزن ممكن تمر بيها كمان من الرموز اللي بتدل على ان هي بتدي يعني بتدي خير او بتدي او منفعه لحد مش هيكون قريب منها من الرموز اللي احيانا برضو لما تشوف انها بتردع طفل مش طفلها احيانا بيكون حلم نفسي شوية ممكن تكون هي حاسة بالوحدة او بتفتقد العاطفة بشكل عام في حياتها كمان الرضاعة للمرأة الحامل لما تشوف انها بتردع في المنام فده برضو رزق واسع لها لكن لما تشوف إنها بتردع طفل كبير فده للأسف بيكون العكس بيكون هم أو حزن لما تشوف المرأة الحامل إن هي بتردع طفل فده بشارة ليها باقتراب الولادة كمان بشارة بإنها هترزق بطفل هيكون معافى وهيكون طفل سليم آه كمان رؤية الرضاعة آه لامرأة غير متزوجة سواء كانت آه فتاة عزباء أو مطلقة أو آه أرملة لما تشوف إن هي بترضع في المنام لو كانت آه في سن زواج فبيكون بشارة لها بالزواج من شخص هيكون ملتزم آه دينيا آه كمان آه هيكون بشارة بأن هي هتنجب أطفال هيكونوا أطفال آه صالحين. آه كمان المرأة الغير متزوجة لما تشوف ان هي بتردع آه طفل فمن الرأي اللي بتدل على قدوم خير لها وكمان قدوم آه آه رزق ومن الرأي اللي بتدل على آه عزة وجاه آه برضو لما تشوف لو كانت فتاة آه آه مخطوبة وتشوف ان هي بتردع في المنام فبيكون بشارة لها بتحقيق آه امنيات وبتحقيق آه آه او استجابة دعوة كانت بتتمناها احيانا لما تشوف انها بترضع طفل ذكر او طفل بيبكي او طفل او تشوف ان مفيش لبن في ثديها فللاسف من الرموز اللي بتكون غير مستحبه الرؤيه دي فممكن تدل على هم او حزن او مشاكل ممكن تتعرض ليها او حتى لو كان الطفل ده حصل منه اي اذيه ليها ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقه برؤيه الرضاعه في المنام اتكلمنا عنها بشكل عام كمان عرفنا معناها للمراه المتزوجه للحامل للفتاه العزباء او المراه المطلقه او الارمله أه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال او استفسار اكتبولي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامه